قرار جديد كمان طلع يا استاذ الميس، اللي ما يعرفش ان الاماكن التي لم تقنن بعد صدر قرار، لو الاداره الهندسيه رأت انه عايز ترميم او عايز هدم واعاده بناء يحال للجنه المنشات الآيلة للسقوط في المحافظه، وتاخد قرار بهدم واعاده بناء قبل ما يفحص امر التقنين بتاعه. وده شيء جميل جدا، وردي سادة المحافظين، انا اقول في محافظه جنة على الاقل عندي اربع اماكن تمت معاينتها والاداره الهندسيه خدت الخطوات الفعليه لهذا القرار. محدش يشكك ابدا، وما يقدروش يشككوا لان الواقع بيقول غير كده. الحقيقه شيء جميل، وربما لا يلبي كل الاحتياجات، لكن على الاقل يلبي 75-80% من الاحتياجات، وده كويس جدا. ان شاء الله بعد انتهاء التقنين القوانين بتعدل، يعني ما هيش ثابته. يعني انا